دلوقتي جه ميعادنا مع أهم الأحداث والأخبار اللي هتحصل النهاردة، ومنها أن نقابة الصحفيين هتحيي الذكرى الأولى لرحيل الكاتب الكبير ياسر رزق، ده غير مباريات اليوم الأخير لكاس ديفز للتنس. كمان الأهلي هيواجه سياتل الأمريكي في ربع نهائي مونديال الأندية. تعالوا نتابع الأخبار دي كلها في السياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتحيي نقابة الصحفيين الذكرى الأولى للكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، النقاب القدير ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار ومجلة الإذاعة والتلفزيون وجريدة المصر اليوم السابق. النهاردة كمان هتبدأ مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية تلقي طلبات التظلم لنتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول. النهاردة كمان هتقام 3 مباريات في اليوم الثاني والأخير لبطولة كأس دافيز للتنس بين منتخب مصر ومنتخب باراغواي. كمان النهاردة هيلتقي فريق النادي الأهلي أمام سياتل ساوندرز بطل قارة أمريكا الشمالية، وده في الدور ربع النهائي بكأس العالم للأندية الساعة 7:30 بالليل.